اليوم السكرين تايم از ا فيري بيج ايشو. انا مني مع انه نكون عم نلغيها توتالي لانه التكنولوجي از سمثينج ذات از بريزنت وي كانوت ديناي ذات. وحتى اصلا التكنولوجي عم تصير تعتمد ك educational techniques ك therapeutic techniques مثل ما شفنا قبل شوي بيصيروا. سو ما فينا نكون عم نلغيها توتالي بس بدع الاهل كلهم يكون في ريجوليشن لقدام نستعمل الايباد وقدام نقعد على السكرين. لانه اليوم الولد نحن بنفكر انه اذا he's playing a game or watching YouTube or whatever he's active, بس لا he's very passive, he's not doing anything, it's just the brain that is focused on a screen. و basically هن الوان عم توصل للراس, يعني ما في concept, ما في شيء عم بيشغل عم بيخلي الولد يكون active. سو كتير مهم انه يكون في regulation. يقعد على الايباد ايه, مش ما عم بقول لا, for 30 minutes per day, يلعب العاب. وننتبه يكون كمان فينا كتير ننزل العاب educational تكون عم بتفيده للولد اكثر من انه بس قاعد عم يحضر يوتيوب or whatever. بس كمان ما كتير بنقعد عليه ولا هالالعاب. ونص ال behaviors اللي عم نشوفهم هلا بالمدرسة كانوا اللي عم نفكرهم انهم ADHD وهن لا, هن كمان من ورا لانه كتير كان في exposure للscreens during COVID, والولد كان كتير passive. سو هلا عم بيظهر على environment كتير واسعة وعم بيشوف انه انا جسمي قادر حركه بطريقة كتير اسلس من وقتها كنت بالبيت وقاعد on my screen.